اللهم صل عليه. لعل تغيير عظم الأزلية بقلب هذا العبد المحبوب، فاندثرت آثار سرفي في عوالم السادة والعيون. فما أنزل هذا المن الذي تكرم به المنان، الذي برز من حضرة الإنسان صورة كاملة دعرت في هيكل محمود، فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وسرجت برد العوالم بفراز التكريم. وتنتشر أسرار في الأكوان وبسر حصل في قلب مريد إلا بسبب فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سرور قد توالى بحبيب عم الأنام نوالى، جل من شرف الوجود بنور أمر الكون بهجة وجمالا. وتراقى في الحسن على مقام وتنافي مجده وتعالى، لعطته العيون فيما استلته بشرا كاملا يزيح الضلالا. وبفوق علم ما قد رأته رفعة في سؤونه وكمالا، فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما ينتج عن وصف اللسان ويرتب كل بمعاني الجلال. انتصر منه في عالم الفتون والدهور ما ملع الوجود الخلق يا نور، فتبارك الله من إله كريم بصرتنا آياته في ذكر الحكيم ببشارة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز علي ما عنيتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. كما عرفت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم، فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم اسرف الصلاه والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله.